مسا مسا عليكم. النهارده احنا اخترنا كذا بحث وهنتكلم ايه اللي كان مميز في كل بحث، تمام؟ فاول بحث هنبدا بيه هو لفيروز. فيروز اتكلمت على البيئه، فيروز الانفوجراف اللي استخدمه كان مميز جدا، الصور اللي استخدمتها كانت حلوه جدا، المصادر بس هي كانت محتاجه موقع علميه اكتر، انما البحث كترابط وكتنظيم عظيم جدا. حبيبه هشام، حبيبه هشام اتكلمت عن تحسين البيئه العلميه والتكنولوجيه، وعملت البحث بالانجلش، وده مش غريب على حبيبه ان هي ما شاء الله عليها في اللغه الانجليزيه. وعملت حاجه مميزه جدا، استخدمت زويل كمدخل للموضوع ده، وبدات بعد كده تتكلم على المركبات الكيميائيه وتاثيرها على البيئه السلبي والايجابي. المصادر كان محتاجه تكتب اسامي المواقع، مش تاخد لينك وتحطه في المصادر، بس البحث عظيم جدا يا حبيبي. انا خليت بدات البحث بتاعها بايه، وبعد كده اتكلمت عن تاثير المركبات الكيميائيه على الامطار والرياح والضغط الجوي، وبعد كده التاثير السلبي بتاعها. وعملت حاجه جميله جدا، عملت رسم بياني تمام وبخط ايديها رسمته، وبعد كده راحت عملته سكان وكتبت تحتيه ان هو اتاخد سكان من الكمبيوتر، يعني ده حاجه جميله جدا. المصادر هي قريت القران الكريم لانها استخدمت في الاول، فاستخدمت القران كمصدر، واعتمدت على الكتب لدكاتره جامعيين في الكلام عن البحث، يعني ده حاجه عظيمه جدا. جانا خالد اتكلمت عن محورين، المحور الاول هو التفاعلات الكيميائيه وتاثيرها السلبي وتاثيرها على الاقتصاد. المحور الثاني اتكلمت بقى عن عوامل كتير بتاثر على البيئه زي السكان والكهرباء اللي هي المواد اللي بنستخدمها مثلا توليد الكهرباء زي الفحم والكلام ده كله، ازاي ده بيأثر على البيئه. المصادر كويسه بس محتاجه مواقع علميه متخصصه اكتر جنب يعني جوه البحث يعني. طيب لما احمد ومريم شادي ده كان تاني اعدادي برضه البحث عن البيئه وكان باللغه الانجليزيه، وده حاجه برضه مميزه. اتكلمت عن الموجات الصوتيه والفوق الصوتيه وتاثيرها على البيئه تمام، سلبي وايجابي. الانفوجراف والصور كانت مميزه. المصادر بلاش تقولي ان انت استخدمتي يعني جوجل، جوجل ده مش موقع علمي تدخلي يعني، لا هو بوابه تدخلي منها على مواقع، بس كبحث عظيم جدا يعني جميل. مرام برضه تاني اعدادي اتكلمت عن الزياده السكانيه وتاثيرها على الغذاء وتأثير الموجات الفوق الصوتية في المجال السكاني، زي مثلا جهاز السونار في التعرف على الجنين، وبرده أجهزة السونار في تكسير الحصوات وتفتيت حصوات الكلى والكلام ده. الإحصاءات كويسة جدا، اتكلمت عن حل المشكلة وازاي ممكن يستفيد من عدد السكان، ودي حاجة حلوة ان كل الناس بتتكلم على الجانب السلبي، لا هي اتكلمت على الجانب الإيجابي برده للزيادة السكانية في تنمية الاقتصاد، واستعملت بالجهاز المركزي للمحاسبات في المصادر. وبلاش ويكيبيديا، لو عايز تستخدمي ويكيبيديا ممكن تدخلي جوه ويكيبيديا وتشوفي المواقع اللي جواه وتدخل على الموقع اللي تجيبي منها المعلومات، انما ويكيبيديا ما تعتمديش عليه ان هو موقع علمي تجيبي من عليه المعلومات. طيب مروان اتكلم عن السياحه، مروان في سته ابتدائي اختار دير سانت كاترين كمعلم من المعالم السياحيه، واتكلم بقى عن الحاجات اللي جواه ودي حاجه كويسه جدا. اتكلم على الارقام، استعمل عن الجهاز المركزي للمحاسبات، المحاسبات برضو، والصور بتاعته كانت مميزه، وكان حلو ان هو استخدم ناشونال جيوغرافيك يعني كمصدر يعني. طيب بعد كده احمد سامح وعلي وهدايه ومحمد عمر ده ثالثه اعدادي، برضه البحث بتاعهم كان عن البيئه، واتكلموا عن تاثير المركبات الكيميائيه على البيئه، خصوصا التاثير السلبي بتاعه وتاثير الزراعه على البيئه والاسمده الزراعيه، سواء المركبات الكيميائيه اللي بنستخدمها في الزراعه والكلام ده كله. المصادر كويسه، المخطط كان كويس، الصور اللي استخدموها كانت مميزه. محمد حازم وانس وعبد الرحمن احمد وباسم اسامه وياسين محمد راغب برضه ثالثه اعدادي، واتكلموا على البيئه، بس عملوا حاجه حلوه جدا، هم اتكلموا عن مكونات البيئه الاول، بعد كده اتكلموا عن التاثير اللي بيحصل على البيئه من المركبات الكيميائيه بقى او الزراعه او الكلام ده كله. المصادر استعانوا بوزاره البيئه كمصدر، وكان في نقطه استعانوا بنص قانون، يعني هو كان في حاجه استخدموا فيها قانون يعني صدر تبع القوانين المصريه، فكتبوا كده ان ده كان قانون مصري في سنه كذا، فدي حاجه حلوه جدا انها تتكتب في المصادر يعني. طيب بعد كده بقى عندنا سجا، نور، جمانه، مريم طارق وحبيبه، اتكلموا عن الصحه، دول في سته ابتدائي، اتكلموا عن تاثير التلوث التربه وتلوث الهواء على صحتنا. المميز في الصور كانت حلوه جدا، المصادر كانت عظيمه، خصوصا ما استعانوا بوزاره البيئه ومنظمه الصحه، فدي حاجه مميزه ان حد في سته ابتدائي يستخدم المواقع دي. جنى بالياء وجنى بالالف تمام ثالثه اعدادي، اتكلموا عن السكان وتاثيرها يعني تاثيرها الازاله السكانيه الايجابي والسلبي. وعملوا بقى حاجه جميله، جابوا امثله زي الصين ومصر للكلام عن الموضوع ده بتاثير السلبي والايجابي، ودي حاجه مميزه جدا. المخططات حلوه، الصور اللي استخدموها كانت مميزه، المصادر استعانوا بالجهاز المركزي للمحاسبات عشان الارقام ومنظمه الاغذيه ووزاره الصحه، ودي حاجه مميزه جدا. ثالثه اعدادي برضه اينال وادم واحمد سامح وحسام ويوسف احمد عادل، كانوا بيتكلموا عن البيئه، عملوا حاجه حلوه جدا، عرفوا البيئه، اتكلموا عن انواع البيئه وتلوث البيئه وازاي نواجه التلوث البيئي ده. المصادر كانت كويسه بس محتاجين يكتبوا مواقع علميه اكتر يعني. اخر الناس اللي عايزين نشكرهم برضو اتكلمنا عنهم على الفيس يعني، كان يوسف مهند واحمد سامح وعبد الرحمن مصطفى وعلي حماده ويحيى صلاح الدين. البحث بتاعكم كان مميز واتكلمنا عنه بالتفصيل على الفيس، وشكرا لكم جميعا يعني.